بيكم فيديو جديد اليوم مع اختكم اسيا. دائما لوك جديد وفيديو جديد ودائما الجديد مع اختكم اسيا. اول ما تشوفوا لا فيديو ديالي ديروا لي جيم البنات، ديروا لي جيمكم كتعكزوا على لي جيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم وضغطوا لنا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال اختكم اسيا. مرحبا بكم البنات، اليوم جبنا لكم قفيطنات حماويين وشي حاجه واعره البنات. كيف ما كتشوفوا هذا القفطان هذا جاي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا، باش يبان لكم مزيان البنات. كيجي طايه ستوندار، الشعله خديمه فيه، خدمناه البنات بالكثر في الخدمه المعلم وملبت كما كتشوفوا. المجدول كيجي ايفازي البنات على الفورمه ديالك، وفيها البنات اللوينات اللي فيهم البنات، فيهم لوينات غزالين. كل حاجه غادي نشاركوها معكم طبيعه الحال البنات، خليكم معنا ما تمشيو فين. البنات جبنا لكم اللوينات ديالهم باش تعرفوا البنات. هاد القفيطنات سولدي ب 500 درهم فقط، ثمن اللي جد مناسب. كما كتشوفوا معنا البنات عندنا فيهم اللوينات، كاين هاد اللون هذا بيستاج البنات كما كتشوفوا باش نبين لكم مزيان بيستاج. عندنا جميع الطايات من الاس للدوبل اكس ال البنات كما كتشوفوا معنا. واللي بغات شي حاجه تسكريني اللي بغات وتصيفط لنا في واتساب، نيميرو الواتساب ديالنا غنحطها لكم في الفيديو كما كتشوفوا. هذا الغوج. وعندنا البنات الاورانج، هذا اورانج كتشوفوا الاورانج. وعندنا البنات البلوسيل، عندنا فيه خمسه اللوينات والبلوغوا اللي لابسه انايا. يلا اللي بغات شي حاجه البنات مرحبا بكم والف مرحبا، خليكم معنا باش نشوفوا كوليكسيون جديده. البنات كيف ما كتشوفوا معنا جبت لكم هذا اللون هذا البلو ماري في موديل مختلفه البنات. كي كتشوفوا جاي من تحت فيه الحرير البنات، ثوب الحرير جاي بحال هذا الشكل بحال شي كسيوة كما كتشوفوا معنا. وهنا البنات خدمناه لكم بالعقيق، شفتوا العقيق هذا كامل خدمناه بالعقيق، شو كله هذا ماشي طراسنا البنات، هذا راه العقيق حتى هو درنا لكم فيه السولد البنات. قررت باش نلبس لكم باش يبان لكم الموديل احسن، مين كنبينوها كنبينهم لكم هكا ما كيبانوش بزاف، ما كتعطيهمش حقهم. مين كيتلبسوا كيجيو باينين البنات، شفتوا كي جايين جاي الشكل ديالهم غزال البنات. وعندنا فيه الثاني لون نوريه لكم، ثاني لون هو هذا كما كنشوفوا، ثاني لون هو هذا. عندنا فيه هاد اللوين الكري وهاد اللوين اللي لابسه، بقاو لنا جوج حبات درنا فيهم غير السولد البنات، كانوا دايرين 700 درهم دابا ولاو البنات غير ب 50 اورو ب 500 درهم. اللي بغات غتدخل النيميرو ديال الواتساب ديالنا اللي كنحطو لكم هنايا، دخلوا سكريني وشوفوا اللي بغيتو ومرحبا بكم والف مرحبا. البنات كيف ما كتشوفوا جبت لكم قفطان شيك البنات ديال الناس الاناقه البنات، شوفوا شي حاجه واعره كي كتشوفوا. اختكم عتي راه كتجي وتجيب الجديد، راه ما كتجيش بيدها خاوين، ضروري نجيب لكم الجديد وشي حاجه هماويه يا لالا. كما كتشوفوا البنات شوفوا السيل رائع والسيل جديد. عندنا فيها البنات قلنا فيه جوج لوينات فقط وصولد البنات 500 درهم، هميزه مع خصكم اسيا في قفيطنات شي حاجه واعره ب 500 درهم كما كتشوفوا معنا. ونوري لكم اللون الثاني، اللون الثاني البنات هو هذا، هاد البنات هاد الخضر هذا كتشوفوا معنا. عندنا جوج لوينات فقط ب 500 درهم. يلا اللي بغى شي حاجه دوز الواتساب، مرحبا بكم الف مرحبا، وكنصيفطوا البنات لجميع الدول وجميع المدن. البنات كيف ما كتشوفوا معنا جبت لكم جوهر لبست لكم البنات باش تبان لكم مزيان، وعاد غنوري لكم اللوينات. حتى هي صول بالثمن 450 درهم البنات، ثمن جد مناسب. كما كتشوفوا البنات عندنا هاد اللوين هذا كتشوفوا معنا، وعندنا البنات هاد اللون هذا، وعندنا البنات البلوغوا، وعندنا البنات هاد اللون روز بيبي، عندنا البنات بناني البنات، وعندنا هاد اللون هذا بختيستاج، وعندنا البرونه البنات 450.